نسمع عن حادثة حصلت في حد كان طالب أوبر، فتاة طالبة أوبر حصل لها مشاكل. معنا بيان من وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة. بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي، قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض قطر، مما أسفر عن حدوث إصابتها وتمكنت من الفرار. عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة. تم الاتخاذ الإجراءات القانونية. شكرا لوزارة الداخلية. معانا سالي شقيقة السيدة التي تعرضت لهذا الحادث، نفهم منها ايه الحكاية وايه الموضوع. اهلا يا سالي. اهلا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه الحكاية يا سالي، احكي لنا ايه اللي حصل. هو اللي حصل ان انا اختي كانت رايحة فرح في زايد، فقلنا ان احنا نطلب اوبر احسن، بدل ما انا مش رايحة الفرح فانا مش قادرة اسوق وهي هتروح وترجع على طول. فقلت لها احسن حاجة ناخد تاكسي اوبر وترجعي باوبر. احنا هي يعني دايما لما اي حد فينا مبيبقاش قادر يسوق مشوار بعيد بناخد طبيعي اوبر امن حاجة يعني. او ده اللي احنا كنا متصورينه. طلبت لها اوبر من تليفوني عشان هي تليفونها تقريبا في مشكلة مع اوبر، مش عشان حاجة الكونكشن كان حاصل حاجة كده. فقلت لها مستعجلين فخلينا اطلبهولك انا، فطلبته من عندي. ورد علينا اوبر فعلا، انت حضرتك لما بيطلع بيجي لك كذا اوبشن ان يو تشوز ذا اوبشن، تنقي اني عربيه الكومفورت اللي مش عارف ايه. انا ايه احسن حاجه وكان اغلى حاجه اغلى حاجه والجولد اللي هو بقاله 3 سنين في اوبر واخد جولد وحاجه كويسه جدا. انا يعني نقيته. بعد كده راح بعت لنا، حضرتك عارف انه على الاكونت بيجي انه الاوبر بيبعت لك رسائل بس عن طريق الفائق، يعني بيبعت لك رسائل عن طريق الابلكيشن. فبيرد بيكلمني بيقول لي هو الحساب كاش ولا فيزا؟ فقلت له فيزا عشان الفيزا على الاكونت طبعا. فقال طب كلميني على الرقم ده. طبعا احنا مش عندنا ما عندناش خبره هايله في انه اصلا كان غلط ان احنا نتصل بالرقم اللي بعته، بس الاوحش من كده انت يا اوبر كشركه ليه ما مسحتش فورا الرساله اللي هو باعتها ان هو بيطلب ان انا اكلمه على نمره خارجيه. ما علينا، احنا اتصلنا عليه على النمره الخارجيه دي والرحله ابتدت ان هو جاي لنا في الطريق اصلا. فكلمناه ردت علينا واحده الست. فقلت لها ايوه حضرتك احنا ايه ده، هو ده اوبر ولا ايه؟ فحسينا ان التليفون ده المكالمه ما كانتش المفروض يعني غلط، او هو ادانا نمره غلط. قفلنا. اول ما قفلنا حضرتك بعديها باقل من ممكن دقيقه تقريبا كتب لنا لقد وصلت. اوكي. فقلت لها يلا انزلي الاوبر وصل. فنزلت خدت الاوبر ومشيت. 5 دقائق طبعا الاوبر الرحله ابتدت عندي على الجهاز على تليفوني. اخذت العربيه ومشيت. 5 دقائق من بعد ما نزلت لقيتها بتتصل بيا بتقول لي سالي معلش ممكن بليز نلغي الرحله عشان الاوبر درايفر عايز الفلوس في المحفظه او كاش، وحرام هو رايح مشوار بعيد. فقلت لها لا طبعا. قالت لي ايوه عندك حق. ابتدينا نتكلم انجليزي عشان منع من احراج الراجل وهي بتتكلم معاه. قالت لي هو فعلا ده مش نزاهه يعني مننا، احنا مش مفروض نشترك في الموضوع ده، بدل ما هم بيشتغلوا في اوبر يبقى لازم وي ابايد تو ذا رولز ان احنا بندفع الاوبر وبياخدوا الشير، فده غلط. فقلت لها بالظبط اند اتس فور يور اون سيفتي، عشان انا اعرف انت ماشيه ازاي ورايحه فين من على طريق الابلكيشن، لانك لو فصلنا مش هيبقى امانه. بالظبط. وده والله العظيم قلنا كده، وده كمان بيخرب شركه اوبر، فاحنا مش هنشترك في الجريمه دي والله العظيم. بعد كده اقل من 10 دقائق كانت الرحله ملغيه.
طبعا انا اول ما الريحه اتلغت انا اتخضيت. الله، يبقى اختك راحت فين؟ ما ليه بقى ليه؟ مش بس كده، لان ما ينفعش تتلغي غير من عندي او من عنده، وهي معهاش تليفون، الابلكيشن مش يعني مش مشغل من عندها، شغاله عندي انا. فانت ما لغيتيش، يبقى هو اللي انا ما لغى. لغيتش. اكزاكتلي بالظبط. فابتديت اتصل بيها، نو ما فيش تواصل عندها، مش عارفه اوصل لها خالص. اتخضيت جدا، كنت سايقه العربيه لان انا كنت رايحه لواحده صاحبتي في التجمع، فسايقه العربيه على 90 وقفت، وجالي والله جالي قبضه قلب رهيبه. ماي سيستر از نوت بيكينج اب، افتكرت حبيبه وافتكرت الوقعات اللي طبعا حصلت قبل كده، طبعا. وجالي سيفير شوك. لا الفاني بقى، او مش الفاني، الدينجرس بارت، ان انا فجاه لقيت اوبر عمال يكلمني مكالمات مختلفه من اوبر بيكلموني. ايوه احنا وصلنا، حضرتك مين؟ انا اختي. حد في خدها؟ ازاي حد خدها؟ لا لسه في، انا وصلت تحت البيت. لا شكرا، انا في حد خد اختي. اخر واحد كلمني انا اتسرعت، قلت له انا اختي اتخطفت. قال لي طب انت فين؟ انت فين؟ انا هجيلك. قلت له انت دول مين؟ مين قال لي انا يعني اوبر. دول الكذا دول واحد؟ اوبر اوبر اوبر، عمالين يقولوا لي احنا اوبر احنا اوبر. اخر واحد قال لي انا احنا انا انت فين؟ ابعتي لي شير لايف لوكيشن، انا هجيلك ونشوف موضوع اختك ونشوف. قلت له انت تعرف ازاي ايه اللي بيحصل؟ اي بانيك جدا جدا، وخلاص انا اختي مخطوفه، والراجل ده ببعت له بقى، هتكلم معاه وابعت له لوكيشن يجي لي يوديني نشوف ايه قصه، وانا ما انا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين بعدين فجاه قفلت مع الراجل على اساس ان انا هبعت له اللوكيشن بتاعتي على الواتساب. لقيت الساعه 10:36 السواق واخد اختي، الساعه 9:55 يعني 10 الا 5، الساعه 10:36 لقيت من تليفون من اختي بيرن، برد رد عليا ولد. يا نهار اول ما رد اسود. عليا ولد قلت خلاص اختي اترمت وحد بيكلمني، لقيناها ما اعرفش بقى. بقول له ايوه، قال لي دي اخر مكالمه معموله من التليفون ده، احنا لقينا بنت صاحبه التليفون ببطانيه في الصحراء في التجمع في حته في يا نهار التجمع، اسود. اغمى عليا في العربيه. وما يعني أختك عندها كم سنة سالي؟ اهدي بس، اهدي اهدي. الغدة كانت رهيبة، الغدة أنا عارف، أنا حاسس بيكي والله. الغدة كانت رهيبة، طب اهدي بس. مش قادرة أفتكرها، مش قادرة. قلت له هي أختي عايشة؟ أختي. قال لي، قلت له سمعني صوتها، عايز اسمع صوتها. قاعد يقول لي مش هينفع، وادى صاحبه التليفون بيقول له مش عارف اكلمها هي منهاره. فكلمتهم تاني لما فقت، قال لي اهدي بس انت فين؟ عايزين نجيبها لك. قلت له هتجيبوها لي عامله ازاي؟ يعني هو عمل فيها ايه؟ طيب ايه بالظبط اللي حصل؟ بعدين اتوقفوا يقنعوني ان هي عايشه بس هي مأذيه، في دم كتير، مش يا عارفين ساتر. الدم ده منين، بس هي في دم، بس هي هربت من الاوبر. وقال لي هي عايشه صدقيني، خليني اجيبها لك ولا اوديها مستشفى ولا قولي لي عايزه ايه. قلت له انا عايزاها. استنيتهم لحد ما جم، اخدت اختي وديتها المستشفى بسرعه. عمل بشوف، لقيت ايدها نزيف متقطعة. ايه ده؟ ببص على رقبتها، لقيت رقبتها كلها دم وشها دم، بس الحمد لله رقبتها مش متعورة، مش يعني ما فيهاش قطع، ما فيهاش حاجة. جسمها كدمات مطرح ضرب الراجل الحقير ده، راسها شعرها متقطع مشدودة من شعرها، يعني مضروبة، وايدها مش قادرة ابص من كتر، الاول ما بتشيل ايدك من على الايد نافورة دم. طب وهي كانت اللي بتقول حصل ايه لما انت قابلتيها؟ كانت بتقول لك ايه؟ مش عارفه، مفرفره يعني، مش جيبوا قادرة الراجل تنطق. جيبوا الراجل، جيبوا الاوبر درايفر، جيبوا الاوبر درايفر، ارجوكي ارجوكي يا سالي جيبي اوبر درايفر، روحي شوفي الكاميرات، جيبي الراجل قبل ما يهرب. على نفس واحد ما بتقولش غير كده، لدرجه ان هي ما كانتش عايزه تروح المستشفى، عايزه تروح القسم. قلت لها الحمد لله انك عايشه، خلينا الاول نشوف الدامج اللي هو عملها، عمل فيكي حاجه؟ لا ما قدرش يعمل حاجه. قلنا لها احنا هنكشف عليه جسمك ونشوف ايه اللي حصل، هو ضربني بس. انا فضلت ماسكه السكينه، هو عمل ايه بالظبط بقى الحقيقة ده؟ اخدها على منطقه الصحراء دي، كانت حاطه سماعات بتسمع فيها قران على فكره، تمام؟ علشان اختي بتحب جدا لما تبقى سايقه مشوار طويل، دي فعلا حقيقه،
تمام المديتيشن وتسمع يا اما مزيكا هاديه يا اما قران يا اما بودكاست، الحاجات اللي هي ايه هو قرآن ده اللي حفظها بنتي والله. كملي. والله العظيم وعماله تسمعه، وبعدين فجاه وقف العربيه. اول ما وقف العربيه شارت السماعه من ودنها، قالت له، قال لها انا عطشان جدا ممكن اشرب ميه؟ قالت له ايوه طبعا تقدر تشرب ميه. قال لها بس الميه في شنطه العربيه. قالت له شنطه العربيه طيب ماشي. سكتت. اول ما راح شنطه العربيه فتح الشنطه اتاخر، بتلم حاجتها، شنطتها معاها شنطه ايد والموبايل والسماعات في ودنها، بتلم حاجتها راحت تفتح الباب اللي على الناحيه الشمال اللي هو على الشارع، لقيته الكرسي رايح على الكنبه، رايح خالص على الباك سيت. هي ايه فردك؟ فرد الكرسي. اكزاكتلي. فما عرفتش تطلع. بيعملوا سرير يعني. ايوه مرجعه خالص ورا. فراحت تفتح من الباب التاني، راح هو كابس عليها جوه العربيه بالسلاح وسايب شنطه العربيه مفتوحه. بالكتر. بالكتر. محطه على رقبتها بيقول لها شايفه ده؟ شايفه ده؟ اسكتي خالص والا هموتك، انا هقتلك، انا هقتل. شايفه ده؟ فقالت له انا شايفه ده. وراحت يا ربنا، يعني هي بطله والله العظيم، ب100 راجل مسكت القطر بالايد بكفها بايدها، فضلت ماسكه الاله لحد من ناحيه الحد. هو بقى يا روح ما بعدك روح خلاص بيبقى قالت له الوقت. كده قالت له كده والله العظيم، قالت له انت هتموتني ومش هتلمسني، انت مش هتعمل، مش هتلمسني، انا انت هتموتني، موتني وريني هتموتني ازاي. فضلت ماسكه السكين القطر او الاله لحد اللي كان مستخدمها، فضل يزقها هي بجسمه لظهرها لورا، هي فضلت زنقت ظهرها في الباب، تشلب برجليها 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 وماسكه على السكينه جامد، وبايدها الشمال بتحاول تفتح باب العربيه عشان تتزحلق بره في الشارع. وهي الحته دي مقطوعه قوي كده؟ مقطوعه خالص حضرتك والله، والله العظيم مقطوعه خالص. ممكن ابقى ابعت للشخص اللي بعت لي، ابعت له اللوكيشن بتاع المكان اللي الناس لقيته. كملي. هتتخض. مسك، فضلت ماسكه السكينه، فضل هو بيزقها، بتزقه برجليها عشان مش عايزاه يلمسها، مش عايزاه يبقى ثقله على جسمها. عماله تزقه تزقه تزقه، انا هموتك، انا انت قال لها انت شايفه دمك؟ دمك سايح، انت مجنونه، انت مجنونه، انت وسختي العربيه، انت دمك سايح، والله العظيم انت مجنونه، انت بتقاومي وانت بتسيحي دمك بيسيح. قالت له انا هقاوم، وفضلت تزق لحد ما عرفت تفتح باب العربيه اللي في ظهرها، تمام، اللي هو اني باب، اللي هو بقى الباب اللي ورا الباك الدرايفر سيت اللي هو على الشمال. اوكي. اول ما راسها طلعت بره واكتافها ولسه ماسكه ايده، راح طالع بره العربيه شددها من رجليها مدخلها تاني. اول ما دخلها هي اكتشف، فهم ان الباب اللي هو الناحيه الثانيه الشمال فضل مفتوح، فارتبك من صوت اللوري اللي عمال يتزمر على الهاي واي، الطريق ده سريع، فلقى لوري عمال يزمر وفي نور عالي، فاكيد هي جوت وريد ان هو فخلاص بقى باظت. باظت. فراح جاري، هي ران اراوند، جري حوالين العربيه من ورا وقفل الباب، راحت هي جاريه بقى من الباب الثاني، جريت بقى في الصحراء. الحمد لله ربنا بعت لها اللوري ده من عنده. اكزاكتلي. لان هقول لك كمان ايه اللي حصل، رمى التليفونات بتاعتها ورمى شنطتها وراح جاري من العربيه، بالعربيه اللوري تقريبا وقفوا قدام، راحوا نازلين واحد اللي هو بيبقى اللي قاعد جنب السواق، تابع تباع اي دون نو، الشخص التاني ده نزل من اللوري وراح لها جايب لها بطانيه، الدنيا كانت برد شويه في الصحراء طبعا وهي متبهدله وهدومها مشدوده، فطبعا نزل راح ماسك لها بطانيه ودفاها وقال لها انا انت امانه يا بنتي، انا هفضل معاكي، انا مش عارفه اطلعك العربيه دي لانك مش عارفه تمشي. بلد انا هفضل، ما هو جدع. الاوساخ اقليه، الاغلبيه الاغلبيه جدعان. والله شفت سواق لوري غلبان ببطانيه، لا يعني غلبان ايه، جدع الله، هو ده الطبيعي. غلبان الغلب ده بيبقى غلب من كتر الطيبه، دلوقتي بقى الغلبان ده من كتر ما يبقى طيب يبقى غلبان وبعدين في وسط الناس الشرسه دي. جاب له، جاب لها والله البطانيه بتاعته اللي بيغطى بيها هو مسافر الطرق الطويله بتاعت السفر، وفضل معاها. جم في الطريق ده قال لها الحته دي مقطوعه مش سهل نلاقي حد، بس هنلاقي حد هيعدي. حد عدى، هي هيستيريا بقى، هي عماله تجري في الشارع وهو بيجيبها يقول لها تتخبطي بعربيه. طبعا صدمه صدمه. وخايف، هي خايفه من الراجل حتى اللوري، هي خايفه من كل حد.
ففضل ماسكها، واول ما في عربيه هدت نزلوا شافوا طبعا واحده وواحد واقف معاها، نزلوا قالوا لهم في ايه؟ قال له يا ابني البنت دي اترمت من عربيه ولا نزلت تجري من عربيه حاجه بالشكل ده. قال طب ممكن نعمل ايه؟ قال له معلش خدوها، هي عماله تقول اسم حد، حاولوا تاخدوها تودوها. خافت منهم، قال لها انت امانه، وقال للولاد انتوا دي امانه في رقبتي، وانا هاخد رقم تليفونكم ورقم العربيه بتاعتكم، ولازم اكلمكم تطمنيني ان انتوا ودتوها مستشفى او عظيم سلموها لاهلها عظيم. او كده. وفعلا حصل، خد التليفون وكلموكي وجابوها لك، كلموني وجابوها لي وخدتيها المستشفى. خدتها المستشفى وعملنا اثبات الحاله وخيطنا، واكيد الحمد لله عرفتي انه الداخليه قبضت على الراجل. الداخليه قبضت، انا اولا منبهره بالسرعه بتاعه الداخليه دي اول حاجه، لان تقريبا هو 24 ساعه او اكتر بحاجه بسيطه كان مقبوض عليه. تاني حاجه النيابه. طب الفيديوهات اللي معانا دي ايه؟ ليه على الشاشه دي عشان نشرح للناس؟ اللي على الشاشه دي الاوبر درايفر بالعربيه بتاعته برقم العربيه، عشان ما حدش يفكر يقول ده مش اوبر درايفر، ده اوبر درايفر ومتسجل في اوبر درايفر هو وعربيته وداخل في الكومباوند يجيبها. ولما الفيديو الثاني اللي هو طلع قدام وقف العربيه ونزل، هو نزل عشان نسي رخصه العربيه او البطاقه، وهي قالت له على فكره يا كابتن حضرتك نسيت الرخصه، من كتر ما مستعجل جري جري من البوابه، طلع بسرعه قالت له انت نسيت رخصه العربيه. راح نازل قال لها ايوه، راح نازل واخد الرخصه بسرعه وماشي. فاحنا جايبين الفيديو بتاعه وهو داخل الكومباوند وهو خارج من الكومباوند بيها. في فيديوهات ثانيه للاوبر الثاني اللي جه بعد 55 دقيقه يثبت حاله يا استاذ عمرو ان أيوة. هو دخل الكومباوند وخرج فاضي، قال لهم يا جماعه بصوا انا داخل وخارج فاضي. ده اني بقى اوبر درايفر. الاوبر درايفر الحقيقي اللي هو كتب لنا لقد وصلت طلع مسلم اختي لواحد تاني اصلا. يعني في شو اوبر درايفرز مختلفين مظبطين مع بعض، واحد ياخد الشخص والتاني مش ما تعرفش هو فين. وانا احنا ما لحد دلوقتي بس هما الاثنين اوبر، بوث اوف ذيم اوبر، الاثنين اوبر درايفرز والاثنين مظبطين مع بعض والاثنين خدوا رقم تليفوني. دي مؤامره يعني. بالظبط يا جماعه، اوبر جواها عصابه، والله والله بيعملوا عصابه. هقول لحضرتك حاجه، ومش شرط عصابه خطف. طب اوبر 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 كلموكي؟ اوبر عمالين يبعتوا لي طبعا مسجز من اوبر امريكا واوبر اوبر مصر انه عايزين تديسكاس ويز مي. كان في شخص من اوبر على فكره بيشتغل حاجه هاد، يعني حد هاد جوه جوه مدير جوه. كان متعاون جدا معايا الحقيقه وساعدني، وهو طلع لي الناس من على طلع الكونفرسيشن بيني وبين حسن ده اول واحد اللي هو اوبر درايفر اللي قال لقد وصلت وخد رقم تليفون، اللي بعت لي رقم التليفون اللي اتكلمت منه وكده. وكان متعاون جدا جدا، انا ما اقدرش اقول لا، قعد معايا تقريبا 6 ساعات في الكومباوند بيطلع لي حاجات في وسط البرد. انما الغلط مش انا، ما عنديش. سالي سالي اختك جنبك عامله ايه دلوقتي؟ لا الصراحه اختي هي اولا دلوقتي نايمه، لان احنا النهارده كنا في النيابه من الساعه 9 الصبح. اختي مش كويسه خالص، اختي مش قادره تتكلم، مش عايزه تتكلم، مش قادره تحكي في الموضوع. النهارده جالها نيرفس بريك، جالها انهيار عصبي في النيابه. ما كانتش عارفه تتكلم على موضوع، ما كانتش قادره تقول حتى انه كان حاطط يعني سكينه على رقبتي وبيقول لي عايزه اقتلك، كان كل ما تيجي تتكلم بتعيط. صدمه طبعا مش طبعا قادره. لا اختي مصدومه صدمه، انا نفسي اللي انا ما تعرضتش للي هي تعرضت له، كل ما انام بفتكر اللي هي عدت بيه وانا ما شفتوش، وبفتكر لما انا كنت فاكره ان الناس دول اللي لقوها هيجيبوها لي ميته، ما كنتش عارفه، مش قادره اصدقهم ان هم بيقولوا لي حاجه. هي عندها اولاد يا سالي؟ عندها ولدين. يعني هقول لك ايه؟ اقول لك انه يعني قضى اخف من قضى، يعني انت عارفه الضحيه اللي قبل كده جرى لها ايه؟ فيعني الحمد لله لغايه كده يا جماعه. بس احنا اتس تايم ان احنا نعمل حاجه في موضوع اوبر. الاوبر ده مش قادرين، هم مش قد الشغلانه، مش قادرين يظبطوا بيشغلوا مين، ومش قادرين يكونترولوا الموضوع، مش قادرين يكونترولوا. الناس دلوقتي بقت عايزه تعمل الفلوس بره اوبر، فابتدوا يتعدوا على الناس ويخطفوا الناس. يعني ايه الرحله تتلغي؟ يعني ايه اوبر يسمح؟ ازاي مفيش اوبزرفيشن؟
او اني تايب اوف اي تتبع للكونفرسيشن بين الاوبر درايفر والناس، انه يبعت لي رقم تليفوني. كان المفروض يدخل يقطع الكونفرسيشن على طول. سالي هنطمن على اختك بكره ان شاء الله، اهدي والحمد لله عندنا شرطه محترمه، عندنا قضاء عادل، ان شاء الله يجيب حقك. شكرا ليكي وتحياتنا لاختك، وربنا معاكوا في المحنه دي. شكرا لك. الله يخليك. شكرا. انا عايز اسال سؤال بجد، هو اوبر ده ابن مين في مصر؟ ابن مين في مصر؟ شركة مين دي؟ هتقول لي اوبر العالمية؟ طب هو مين اللي المفروض بيراقب عليه؟ مين اللي المفروض يحط له حد؟ البنت الأولانية ماتت ومحصلش حاجة، وحوادث أول بأول، وطلع واخد مخدرات، وده هيطلع واخد مخدرات. لا بتكشفه ولا بتأمنه ولا بتعمله حاجة، تولع اوبر. مين انتوا؟ الا ما حد في البلد اتحرك، مفيش حد بيحاسبهم. ده انت اللي بيبيع سكر بره البتاع بتدخله السجن. طب وعيالنا وبناتنا اللي احنا بنرميهم في العربيات دول وضعهم ايه؟ اي حد النهارده وهو بيسمع الكلام ده وبيستخدم اوبر هيعمل ايه مع عياله؟ كلم الناس اللي بتركب اوبر دلوقتي، خايفين مرعوشين. ابن مين في مصر؟ مين اللي بيحميه؟ هتتحركوا ولا كل واحد يتصرف بقى؟ انت عايز كل واحدة تطلع تبقى شايلة معاها بقى حاجة وبخاخة دي مش مصر. ده لولا ان عندنا داخلية محترمة كان الأولانية راحت ودي راحت وكله راح. ابن مين في مصر اوبر ده؟ الشركة دي مين شركها؟ محدش بيكلمهم ليه؟ انا عايز اسمع انه في حد بيحاسب في جهة ما هي مسؤولة عن الاتصال الذكي ده او خدمة التوصيل الذكية اللي هي بقت جريمة. واوعى حد يقول لي يعني هم كام واحد؟ انت عارف هيطلعوا يقولوا ايه؟ يقول لك اصل عدد الاوبر في مصر 900,000 مليون، وكل الحوادث اللي حصلت 200,000 بس. مفيش حاجه كده. الروح الواحده بالبلد كلها. يا جماعه ده احنا انا ده هو كانت الحلاوه ايه؟ انا شايف ابني وانا بوديه. طب ولا ممكن يحاول ان هو يعتدي على طفل ولا على شاب صغير ولا ما دام بقى الحدوته كده، كل واحد عنده مرض في دماغه هياخد حد في عربيه ويعتدي عليه. لازم تاخدوا اجراء. انا مش هستنى تاني اما حد يموت، انا مش هستنى تاني اما عيالي يتبهدلوا. مين الجهة المنوطة بأوبر في مصر؟ أنا مش هممني الجواب بتاعهم اللي بيطلعوه كل مرة. ما بيكشفوش على المخدرات، ما بيجيبوش ناس كويسة. أنا يا فرحتي جواب جايلي من أوبر أمريكا، لقد مش عارف إيه وإحنا كذا. لا، اتصرفوا. ده في ناس شغاله، واحد شغال من الباطن وبقت عصابات جوه اوبر. الكلام ده لما بيحصل بره الدنيا بتتقلب، انما مره واتنين وتلاته واربعه وخمسه، ده احنا يوم او يوم لا بنقرا في المواقع كده والناس بقت بترجف. هي دي مصر؟ هي دي مصر؟ أنا متعود أنزل بتاع وخدمة نظيفة وبدفع دم قلبي، والعيال ده اليومين دول إحنا بنودي عيال بتاع. طب ده يبقى أنا هنزل تاني أخدهم، أخد أنا أوصل زي زمان. مين الجهة؟ أموت وأعرف، وأتحدى حد يقول لي مين الجهة اللي مسؤولة عنهم. شوف بقى قد إيه
الراجل بتاع التموين مسؤول عنه التموين، الراجل بتاع الاجهزه الكهربائيه مسؤول عنه جهاز حمايه المستهلك ومش عارف ايه، دول مين اللي مسؤول عنهم؟ احنا يا جماعه ما بنتكلمش على بيزنس صغير، احنا بنتكلم على الاف موجودين في الشوارع. لو البيزنس دي مش محكمه، البيزنس دي مش امنه، البيزنس دي قواعدها حط نفسك اب او ام البنت اللي موجوده دي وجايه لك البنت بتخر الدم، بتخر الدم. البنت اللي فاتت ماتت، عارفين يعني ايه ماتت؟ ماتت. يجب ان يكون هناك وقفة مع الاوبر ومع كل التطبيقات، لان اوبر شارية التطبيق التاني. ما هو ده الاحتكار اللي في السوق. يجب ان يكون هناك وقفة مع الاوبر، وإلا انت بتسلمني انا بقى، اللي هو اتصرف انت بقى مواطن. وعمرك ما عملت فيها كده. وعشان مين؟ دول بيكسبوا مليارات. هي اوبر دي ايه؟ ابلكيشن. ابلكيشن. لا هو عنده عربيه ولا هو عنده سواق ولا هو عنده حاجه. هي فكره في الهوا كده وخلاص. يقول لك ايه؟ ما انا هجيب لك بقى المباحثات والمحادثات، نحن نعمل بنظام، طب كلموا مكتبنا في دوله مش عارف ايه. اللي انت بتعمله ده، انا عايز عيالي مراتي حياتي تبقى امنه مع هذه التطبيقات اوبر وغيره. في مثلا اربع خمس تطبيقات في مصر، انا عايز اعرف بشكل واضح بقى، يطلع بيان واضح، انا الجهه المنوطه باوبر ده تبع حمايه المستهلك؟ معرفش. ده تبع وزارة الصناعة؟ ما ظنش. ناويين تعملوا حاجة؟ أنا يعني بصوا يا جماعة، الداخلية والنيابة هي جهات بعدية. يعني إيه بعدية؟ يعني إن كلمنا الداخلية الحقوا، فالناس مشكورين، طك طك الكاميرا، الراجل أهو زي ما عملوا مع الواد المجرم اللي قبل كده اللي خد ال 15 سنة ولا ال 20 سنة ده. طيب أنا هقعد أطمن إن معلش ما تزعلش، إحنا هنبقى نقبض عليهم وبنتي والعيلة والحياة والدم والوفاء والأرواح. يا جماعة خدوا، هو ايه العيب ان انت تاخد موقف محترم معاه؟ مين؟ انا بناشد النائب العام، انت يعني انت اللي تحمي الشعب بقى، خد لنا حقنا، ما حدش ناوي يتحرك. هل اوبر اتجابت؟ اوبر هي اللي مسؤوله. ولو في الكلام الصغنن اللي مكتوب ده احنا مش مسؤولين لو حد اغتصب بنتك او قتلها، غيروا الكلام الصغير وحافظوا على الناس الكبيره. لو ده في القانون قول لي. قول لي يا عمرو على فكره، بس اصل احنا متفقين معاهم ان لو حد اغتصب حد احنا يعني بقى هم ما لهمش ذنب، ما لهمش، ما فيش حاجه. طب وايه قيمه الاوبر؟ ابن مين في مصر؟ قولوا لي بس. يعني لو في حاجه انا ما اعرفهاش قول لي. قول لي خلاص. قول لي يا عمرو بص ما يعني ما تعرفناش بقى وخلاص. كل واحد ياخد باله. وبعدين انت بنزل البت كانوا ينزلوا ثلاثه اربعه، ما انتوا لما تبقوا ثلاثه في التاكسي لما يجي الراجل يفتح عليه فانت ممكن تضربوه. يعني قول لي بقى حاجات غبيه زي دي. طيب